استاذ محمد، وانت بتعرض فكره الجائزه هي بتستهدف الافكار الجديده، الافكار المبدعه، الافكار اللي بره الصندوق. كانت واحده منهم فكره الوحده الاقتصاديه بتاعت النادي الاهلي بالتشارك مع شركه السادات. الجديد اللي جاي، احنا شفنا شركات مساهمه زي ما الاستاذ سامي اشار، وشفنا كمان فكره حتى البرنامج الجديد اللي كابتن محمود الخطيب بيطرحه للجمعيه العموميه، تعظيم موارد النادي الى حدود عاليه. انت شايف او مستشرف ده ايه في الدوره الجديده؟ لا يعني الاهلي مؤسسه لها نظامها ولها حساباتها ولها برامجها. يعني الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي الحالي نجح في ان يضع الاهلي في مصاف الانديه الكبرى حتى على المستوى الاقتصادي. يعني انت في ظل الازمه الاقتصاديه الكبيره اللي واجهت الانديه بسبب جائحه كورونا، الكل عانى، الكثير من الانديه خفضت رواتب لاعبين، عاملين، انديه فصلت عاملين وموظفين فيها. دول اهتزت. دول اهتزت من هذا الامر. صحيح. لكن النادي الاهلي بفكره وبرؤيته وبهذا الملف الاقتصادي المعتمد على التمويل الذاتي والافكار اللي عملها النادي الاهلي، قدر يعني يعبر الى بر الامان من هذه الازمه. فلم يقطع مرتبا ولم يخفض مرتبا، ويمكن العاملين تحديدا والموظفين في النادي الاهلي كان هناك تعليمات خاصه من كابتن محمود الخطيب لا يمس احد حتى ولو بجنيه واحد في راتبه. فدي كانت سياسه النادي الاهلي ودخلت النادي الاهلي، وده ما جاش من فراغ. ما هو انت لو انت عاجز وما عندكش قدرات ماليه ما كنتش هتقدر تعمل ده، لكن لانك انت عندك ده بتقدر تعمله حتى لو هتضغط على نفسك بعض الشيء. اعتقد ان النادي الاهلي في المرحله القادمه، يعني بعد ما ميزانيته تجاوزت فاقت ال 2 مليار، اعتقد الاهلي هيدخل في مرحله جديده وافاق جديده، هيخش في ميزانيات كبرى وميزانيات مختلفه لم نرها من قبل على الاطلاق يعني. فنتمنى الاهلي التوفيق ان شاء الله في المرحله المقبله يعني.